ساري وعياد خليفة موجودين معنا اليوم. رح نحكي عن سيدي جديد تحت عنوان صوبيا. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. لا صوبيا اسم كتير حلو عن جد حلو. شكرا. وبعدين هلأ رجعت على الموضة صوبيا أصلا. رجعت على الموضة مزبوط. ورجعت على الموضة ويتجمعوا حواليها الناس وبيدفوا وبيأكلوا بطاطا وبيخبروا أخبارهم ولحمة مش فيها وقت كمان. يعني أقل شوي من قبل بس بعدها بتصير والحمد لله بعدها بتصير يعني. لا هلأ على الموضة يعني الشباب حابين أن يرجعوا يحطوا صوبيا. كيفكم اليوم؟ كتير منيح. عظيمين. خبرونا شوي عن صوبيا بعد لكن نسيج كان أول سيدي. هلأ صوبيا أطلقناه سنة الماضي هو عمل موسيقي بحت يعني بس موسيقي. يعني كتبته أنا وسايري هو مدعوم من أفاق يلي مولت المشروع وسمحت بإصدار السي دي. هو مؤلف يعني نواة العمل إذا بدك أنا وسايري بيانو تشيلو ورح يندفع عليه درامز وبيس وإيقاعات شرقية. وهو عمل أكيد صعب ومتطلب يعني تقنيا متطلب بس سلس عدينا يعني. أنا بفتكر كل الناس الموسيقي ويلي منه موسيقي الجن والأكبر شوي أكيد رح يستمتعوا بالعمل. تشيلو بيانو بس؟ تشيلو بيانو وفي بيس وفي معنا درامز وفي انفيتي يعني في جيست مثل البوزو والكارينات وكذا آلي معنا. رح نسمع بالأول أوكي. وبعدين نشوف ليش صوبيا بلكي نحن بنقدر نستمتع. أوكي أوكي. عم بفهم كمان انه هلا رح نسمع غير قطعه بس ما في قطعه مثل الثانيه يعني كانه مغيرين كل جو مختلف. يمكن هيدي ما كثير معبر عن التيتر تبع الالبوم لانه هي اكثر فيه حركه بس في قطعه بالالبوم اسمها صوبيا يلي حامله اسم الالبوم بتعبر بشكل يمكن بلكي ما بال بتحضر لنا صوبيا بهالوقت يمكن ما عنا اياها يمكن مش موجوده فيديو ما في موجوده بس الاوديو بس في الناس فيها تسمعها على كل النوستالجيا. ليش صوبيا؟ ليش صوبيا؟ صوبيا هو نحن عنا بالذاكرة عنا كنا من زمان نطلع على الجبل كان في الأهل وكل الناس مجموعة حول الصوبيا ويعني يأكلوا يحطوا بطاطا فرح الاجتماع يعني إيه يعني كنا عم نفكر على الكلمة اللي ممكن تصيب أكتر شيء هذا الإحساس يعني النوستالجية اللي كان عنا إياها النوستالجية ما كنا نلاقيها بالأول عم نفكر فكر ما نلاقي بعدين طلعنا بهالفكرة إنه صوبيا يمكن الكلمة بتعبر أكتر شيء عن هذا الإحساس مزبوط. يعني صحيح صحيح وكل واحد صبتوها صبناها وكل واحد عنده يمكن ذكرياته خاصة مع هيدي يعني بتحكي للكل كل واحد عنده ذكرياته خاصة مع صوبيا وحول صوبيا ومنيح ما نكون عم نفقدهم هالذكريات. إن شاء الله لا إن شاء الله لا مع الشوفاج إن شاء الله لا شوفاج مضبوط. فإذا كل قطعة عندها أجواء الخاصة بس الآلات الموسيقية هي نفسها بكل القطع هي نفسها بكل القطع. هلا نحن رح نعزف العمل بحفلة أول مرة بلبنان يعني منا كذا حفلة بفرنسا بسويسرا بأوروبا
وهلا جايين على على لبنان وجاي معنا الفرقه من برا، الفرقه كلها من برا. ونحن جايين من برا، نحن عايشين برا، نحن عايشين بفرنسا، جايين خصيصا للحفله. هي الحفله رح بتتم على مسرح الان دي يو بدعوه من الان دي يو والمعهد الوطني الكونسرفاتوار، يعني الساعه 8 30 ابريل ورح يكون المقطوعات نفسها، واضافه لعمل لقطعه جديده كتبناها خصيصا للحفله، ورح يكون معنا جاست كمان من لبنان. ما رح افسح انا اسميهم سبريز بعدها، خلينا سبريز، بس في يقولوا انه في يمكن قول الالات، يمكن حيكون معنا عود وحيكون معنا اكورديو يعني ونحن بنخلي خيالنا يعني يمشي. يعني تعوا تشوفوا، تعوا تشوفوا الحفله مجانيه. يعني على كل حال الناس مهمين جايين يعزفوا معنا، مش هنقول مين الاسامي بس انه الحفله عامه، خليها سربريز، دعوه عامه والدخله يعني مجانيه. هيدا شغله كثير مهم، كنا عن جد مصرين تكون مجانيه تنطال اكثر شيء عدد ممكن من الناس، فبتمنى انه يكون حضور. درستوا بفرنسا؟ مزبوط. الاجواء الموسيقى الشرقيه وين عندكم؟ نحن صغار، نحن بننتمي لعائله موسيقيه، ان كان من جد بي ولا امي، يعني مرسال خليفه عمي كان شاب الروحانة خالنا، فالموسيقى الشرقيه منا فينا من زمان، حتى لو مع الموسيقى الشرقيه، حتى لو نحن ما درسناها بالاول، نحن رحنا على الموسيقى الكلاسيكيه، تخصصنا الموسيقى الكلاسيكيه بفرنسا، بس كان محل معين براسنا ما تركناها. وعن كبر شوي كنا صرنا ادوليسون، يعني بلشنا نرجع نهتم من جديد، بس على اسس امتيني، لانه تكنيكمون من ناحيه الاله كان عندنا الباز ديجا، كان عندنا الباز، كنا متمكنين اذا بدك بالالات تبعولنا، صار فينا نفوت بشكل اهين شوي بالموسيقى العربيه والمقامات الشرقيه، فتعمقنا فيهم اكثر، والجاز كمان، وعملنا هالخلطه يلي هي فريده من نوعها على الساحه الفنيه اليوم. يعني صوبيا فيوجن، فيوجن مزبوط اذا بدك، بس بلا بقى يعني ملبقينهم مزبوط، مش فيوجن هيك ورا بعضهم بشكل ببغائي يعني. خلينا نشوف كمان قطعه ونرجع نتابع. بقدر اقول انه موسيقى كثير قريبه، يعني دغري الواحد بيتفاعل معها، يعني محبي جاز او غير محبي جاز، محبي الموسيقى اجمالا، ولا يعني يلي بيفهم مش صعبه، يلي بيفهم موسيقى اكيد بيشوف كل التفاصيل، يعني بلاقي الموسيقى كثير يعني دسمه اذا بدي، بس يلي ما بيفهم موسيقى بتريحه الموسيقى، بتعمل في العكس العكسي، بقول خي هالموسيقى بتريحنا، يعني بتطلع الجميع هذا الشيء، هذا الشيء مريحه حقيقه. طلعت انا اللي ما بفهم بالموسيقى ريحتني. معلي لكن بتشتغلوا سوا انتم توم اول شيء، وبتشتغلوا سوا، وكل قطعه بتعملوها سوا، ولا كل واحد يعمل قطعه؟
لا يعني نعمل سوا، بس يعني كل واحد يعني مثل بيبون شوي. يعني انا ببعت شغلي لعياد بيشوفه، بشوف اذا لازم اغير شيء فيه بيرجع بيبعت لي، بيرجع يعني كل واحد بيضيف شخصيته. كل واحد عنده الرؤيه تبعه. هلا يعني نعمل كذا فيرسيون يعني في كثير يعني. كومبرومي كمان يعني مش دائما كل يعني اوقات تتخانقوا اكيد لا اكيد شيء طبيعي لان كل واحد بالنهايه عنده لازم واحد يتخانق كمان عنده فكره كمان كثير شريقه وهذا بصير في اكيليبر بيناتنا يعني اذا كثير متفقين ساعتها كان واحد عم يكتب وحده لازم يكون لازم يكون في تناقض محلات تنحسن بعد الموسيقى كل واحد وحتى يروح لمحلات بعد ابعد طيب امتى خلص بتكمل القطعه بتقول بوان خلص هلا صار في نعمل كذا فيرسيون فيرسيون 1 2 3 4 هلا هي ولا مره بتكمل يعني لو فينا بعد نحسن بنحسن الواحد بضل يحسن بس لازم واحد يكتفي لانه معش يخلص اذا بنضل شهرين ثلاثه واربعه وخمسه على فرد قطعه بعدين خلص واحد انه بالنهايه لازم يتقدم فلا مريت نقول خلص صارت تقريبا مثل ما بدنا اياها تكون بنقفل عليها نقطع على شيء ثاني. إذا ب 30 الشهر الساعة 8 على مسرح الأنديو رح يكون سوق مصباح صحيح رح يكون في كل هالعمل يعني بالتحديد صوبيا كم قطعة موسيقية؟ هن 9 قطعة موسيقية وفي قطعة سبيسيال يعني من يعني مكتوبة خاصة للحفل هو أوماج لحدا كثير بعزنا وتوفى من كم سنة هو يلي أثر فينا كمان على الصعيد الموسيقي وأثر فينا من ناحية الإدوكاسيون الميوزيكال تبعنا فحبينا يعني نعمل له اوماج بالحفله يلي هو بيكون استاذ ولا ساري اول استاذ له يعني تشيلو كنت صغير يعني استاذ تشيلو لساري واستاذ استاذنا بالموسيقى بشكل اكبر شامل اكبر اكثر حبينا هيك نعمل له اوماج يعني اللي هو لبناني او فرنسي هو لا هو ما انه فرنسي هو ارمني بس عايش بلبنان صار له كان فتره طويله عايش بلبنان فتره طويله شكرا لكم ساري وعياد خليفي فاذا صوبيا سي دي بالاسواق كمان رح نقدر نشوفه على مسرح الانديو او نسمع القطع الموسيقيه على مسرح الانديو 9 قطع موسيقيه فيوجن جاز واجواء حلوه وقطعه كمان مميزه تكريم لاستاذ ساري فاذا بنرجع بنذكر دعوه عامه 30 الشهر الساعه 8 على مسرح الانديو اهلا وسهلا فيكم شكرا لك وفي هلا بنرجع بنتابع life.